العدوان الثاني خلال أقل من 48 ساعة يستهدف مخيم نور شمس شرق مدينة تلكان. عدوان خلف دمارا كبيرا، على الأقل نحو 5 منازل دمرها وفجرها جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا جزء من هذا الدمار في هذه المنازل. على المدخل الشمالي للمخيم تعرضت لعمليات تدمير كبيرة وواسعة بفعل الاحتلال الإسرائيلي. جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن حاصر هذه البنايات فجرها بشكل كامل. النيران أتت على كل شيء داخل هذا المنزل حقيقة، مما أدى بقوة الانفجار التدميرية وبعد عمليات التفتيش إلى هدم الأسوار الداخلية بين المنازل المتلاصقة. هذا منزل لأسرة فلسطينية وذلك منزل آخر. المنازل فتحت على بعضها البعض نتيجة القوة التدميرية التي أحدثها جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. عمليات كبيرة ومعاناة كبيرة تفرض على المواطنين الفلسطينيين هنا في مخيم نور شمس بفعل الاقتحامات الإسرائيلية. المشهد الميداني يعني لربما يلخص في هذا المشهد كل المعاناة هنا في مخيم نور شمس. على الجهة المقابلة عدد كبير من المنازل الأخرى تضررت وتدمرت بفعل الاحتلال الإسرائيلي نتيجة عمليات التفجير التي أحدثها خلال الاشتباكات المسلحة والاستهدافات بالعبوات الناسفة التي طالت عددا من المناطق المحيطة، حتى الأزقة تحولت إلى كومة من الركام، فيما المنازل الملاصقة تدمر جزء كبير منها حقيقة. هذه النوافذ وكذلك أيضا المنازل الأخرى في المنطقة دمار كبير خلفه الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس شرق مدينة تلكرم. عملية الاقتحام استمرت لعدة ساعات وانسحب جيش الاحتلال في نهاية المطاف من المنطقة بعد كمائن متعددة أوقعت بها القوات الراجلة خلال اقتحامات في حارة المنشية والدمج والمسلخ وجبل النصر. ولربما الصورة تلخص كل حجم الدمار هذا الذي حل في المنازل وكل الأحلام التي تبخرت وأصبحت كومة من الرماد في ظل الاقتحامات. يطالب أهالي المخيم بشكل واضح الجهات الرسمية بسرعة التحرك للوقوف ودعم صمود المواطنين الفلسطينيين هنا في ظل اقتحامات متتالية عنوانها الأبرز والأكبر هو الضغط على الحاضنة الشعبية بهدف إسقاط واجتثاث الأذرع العسكرية داخل مخيم نور شمس. عمليات متزامنة في طوباس تحديدا في بلدة طمون اعتقل الاحتلال 3 فلسطينيين فيما أصيب شابان فلسطينيان، وفي مدينة قلقيلية اقتحمت المدينة خلال أقل من 6 ساعات مرتان متتاليتان من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية. هذا يحمل بطبيعته دلائل واضحة على استمرار التصعيد الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية بشكل موازي مع الحرب على قطاع غزة. خالد بدير، قناة الغد، من مخيم نور شمس شرق تلكرم، فلسطين.